ونحن نؤمل جميعا أن يبلغنا الله عز وجل ليلة القدر. فإن من أهم ما تستقبل به ليلة القدر سلامة الصدر ونقاء النفس والمبادا بصلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يطلع على عباده في هذه الليلة فيغفر لكل من لجأ إليه إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن مخاصم، يقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، وإن أعمال العباد ترفع إلى الله ليلة الجمعة عشية كل خميس، فلا يرفع فيها عمل قاطع للرحم. يقول في الحديث القدسي أنا الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، يقول رب العزة أنا الرحمن، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. رحم ورحمن كلاهما من مادة رحمة. أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغار في أول نزول الوحي عليه مرتجفا إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، قالت يا ابن أخي والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك. لماذا؟ ما حالك؟ إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكل، تحمل الضعيف وتكسب المعدوم، توجد له عملا وصنعا وتعينه على الكسب، ومن كانت هذه صفاته لن يخزيه الله أبداً.